انا كنت بحارب مسؤولين فاسدين عايزين يهدموا الست زور. اللجنة الخماسية اكدت ان هي مريضة وغير مسؤولة عن اي فعل اجرامي، وكانوا جايبين تقارير مزورة، ومش هنسيبهم. احنا في دولة محترمة، احنا في دولة محترمة. لو الست دي ما كانش في محامي زيي يحارب الفاسدة ويطلب محاسبتهم في المحكمة كانت هتتعدم زور. اختي واختكم كان ممكن تتحاكم زور وتتعدم زور. مريضة نفسيا. هاتم بكلم الناس كلها وبكلم المسؤولين. بتشككم، بتشككوا في مين؟ بتشككوا في لجنة خماسية مشكلة من أعلى درجة علمية وهي درجة أستاذ دكتور. هتجيبوا مين يكشف عليها؟ عندكم مين؟ أنا بكلم السيد النائب العام والسيد وسيم العدل وبنطالب بمحاسبة المسؤول. عندي معلومات أكيدة بمستندات عن الفاسد اللي عايز يعمل الست زور. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، الحمد لله. خلاص احنا في دولة محترمة، احنا في دولة محترمة. الحمد لله، الحمد لله. خمس شهور بيظلموا محامي عشان بيكشف الفساد. السيد النائب العام المحترم، قولينا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ قولينا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ خلاص المحكمة حكمت دلوقتي ان المتهمة مريضة نفسيا وغير مسؤولة عن الفعل الإجرامي. يعني خرج بتقرير لجنة خماسية. ونوهت المحكمة انه سيتم محاسبة المسؤول عن التقرير الطبي الصادر المزور. يعني كده المحكمة أخذت بتقرير اللجنة الخماسية. صدقوني يا جماعة، أحمد حمد لا قولوا قضايا عشان ما اثبتش مين الفاسد اللي زور التقرير. بطالب النائب العام، بطالب المحامين. كلمة مش همشي. خلاص كلمة أخيرة. الإعلام الحر المحترم ما يمسحش الفيديو ده. الفيديو ده هيوثق في التاريخ ان يطلع مسؤولين يقولوا الست سليمه ويصوروا تقرير. القاضي وجه النهارده محمد كانه مقتنع. القاضي قال لي اسمع حاجه النهارده ان الست مريضه. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، القاضي قال لي حاجه الحريه. القاضي حكمت المحكمه ببراءة المحكمه. رد فعل حراج كان ايه؟ رد فعل حراج كان ايه يا استاذ احمد؟ كلنا داخل عشان خاطر رد فعل حراج كان ايه؟ هنكمل بره، هنكمل بره. رد فعل حراج كان ايه يا استاذ احمد؟ مريضة انا في ظهرك زي ما حضرتك. رد فعلها كان ايه؟ انا باش السيدة اللي قضت حياته كلها بفضل ده حكم تاريخي. بطالب السيد النائب العام والسيد وزير العدل يسالوني انا رد فعلها كان ايه النهارده. مريضه نفسيا يا جماعه. رد فعلها ولا عارفه اي حاجه، ولا عارفه اي حاجه. انا النهارده جيت المحكمه وما كنتش بحارب محامين. القاضي بعد الحكم قال لي انا كنت بحارب جهات ومؤسسات فاسده وما بخافش. مريضه نفسيا وغير مسؤوله عن الفعل الاجرامي وغير مسؤولة عن الجريمة التي ارتكبتها. والتقرير الذي صدر من مستشفى العباسية مزور ومش هسكت. يا استاذ احمد، بعد القرار المحكمة اللي القاضي وجه اي كلمة لهناء. القاضي وجه اي كلمة لهناء بعد القرار؟ قال ايه القاضي؟ ايه اللي حصل النهاردة يا جماعة؟ ما حصلش في تاريخ القضاء المصري من قبل. اللي حصل ما حصلش في تاريخ القضاء المصري من قبل. عندنا قضاة محترمين ولا بيخافوا ولا بيترهبوا. انا قلت للنيابة العامة في الجلسة وكلكم كنتوا حاضرين، قلت لهم شاء من شاء وابى من ابى، فالمحامي هو شريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون.
فما المشكلة أن تتعلموا من المحامي كما تعلم المحامي من هيئة المحكمة؟ إحنا شركاء في القانون في تطبيق العدالة، واختلفنا في الرأي في هذه القضية. رأي النيابة العامة كان إن المتهمة سليمة ومسؤولة عن الجرم، ورأي المحامي أحمد حمد إن المتهمة مريضة نفسيا وغير مسؤولة عن أي فعل إجرامي. ولقد ثبت خطأ النيابة العامة وثبت صحة كلام الدفاع أحمد حمد. الناس اللي بتتألم من الكلام ده للأسف هي دي الحقيقة، وأي صحفي محترم أو أي موقع محترم مش هيمسح كلامي أبدا. بناشد السيد رئيس الجمهورية بقول له الجريمة دي اتكررت مرة واثنين، وقبلها قضية قتل الشاب للطالبة اتكررت مرة واثنين. انتقمنا من القاتل وعدمناه، هل انتهت الجريمة؟ لا، تكررت مرة أخرى. دعونا نبحث عن الردع العام، دعونا نبحث عن أسباب الجريمة وملابساتها وأسبابها الخفية حتى تقل الجريمة. احنا ليه مهتمين بالسياحة وبالكورة وسايبين ولادنا اللي بيموتوا كل يوم؟ انا بطلب تشكيل لجنة، بطلب من الملك عبد الله والملك دلوقتي وضع هناء سلمان وجميع حكام العرب. الجريمة بتتكرر في مصر وفي الدول العربية. يا فندم احنا محتاجين نعرف وضع هناء ايه واول ما صدر الحكم. انا كلمة اخيرة مش هطول، انا بطلب تشكيل لجان مكونة من خبراء نفسيين وخبراء قانونيون وخبراء اجتماعيين لدراسة الجريمة واسبابها قبل ما ننتقم من القاتل. مش هنحقق الردع العام، حق الردع العام ما بيجيش الا بالدراسة والفحص. الحمد لله المحكمة طولت جدا في الجلسات، متوقعه من قبل ما اجي، متوقع ان هي تاخد براءة، متوقع كده لان قريت القضية. لو ما خدتش براءة انا هعتزل المحامي، لان انا تربيتي الاستاذ فريد الدين، لان انا محامي شاطر بحب شغلي، لان انا لما بمسك قضية بديها حقها، لان انا لما مسكت القضية دي اتهددت عشان اسيبها وانتوا عارفين، وما جيتش من محامين، ده جيت للاسف من ناس ما ينفعش نذكر اسمهم لانهم بيسيئوا لمؤسسات عريقه. موجوده معانا النهارده او والدتها موجوده ولا مش موجوده؟ لا مش موجوده، انا اللي قلت لها ما تجيش، انا جبتها الجلسه اللي فاتت. يمكن جلسات المتهمه طولت جدا، هيئه المحكمه ما اخدتش القرار ده بعد عده جلسات لحد ما اطمأنت ان هناء فعلا مريضه. فندم احنا في دوله محترمه عندنا قضاه محترمين بيسمعوا وبيدوا كل واحد فرصه يقول اللي عنده ويقدم مستنداته ويقدم براهينه. لما جيت تقرير المزور لهناء وتيقنت من انه مزور طعنت وطلعت في السوشيال ميديا قلت التقرير مزور وانا المسؤول، وقلت الست لو ما تعرضتش لجنه خماسيه هعتزل المحاماه، وكلكم شفتوا الفيديوهات دي. انا مش بضحي بمستقبلي وبخاطر بمستقبلي هباء منصوره، لا، لاني قريت ال 500 ورقه وتاكدت وتيقنت من ان المتهمه مريضه، لان جميع نفس قرار المحكمه. ممكن تقوله؟ حكمت المحكمه حضوريا وباجماع الاراء ببراءه المتهمه هناء محمد حسن حطروش من التهمه المسنده اليها وايداعها في المستشفى النفسي. بفضل الله ثبت، الحمد لله ثبت صحه كلامي من اول جلسه طلعتها قدامكم. انا عملت ايه لما سمعت ولا اتكلمت؟ هناء يا جماعه للناس اللي ما سمعتش قبل كده، انا استاذه ما بضيعش حق حد. لو مش مقتنع ان هناء مريضه من اول جلسه ما كنتش وقفت معايا الوقفه دي. انا لما قريت القضيه لقيت جميع الشهود اللي في القضيه 16 شاهد اكدوا على انها دائمه الصراخ بدون سبب. لقيت النيابه العامه نفسها قالت ان في فحره في بيت المتهمه وكانت جايبه جارتها تقول لها اردمي عليا انا وابني هنا. ده امر طبيعي، عدم سلامه قواها العقليه، ده امر طبيعي. انا قلت للقضاه الكلام ده بيحصل عندكم في البيت؟ لقينا المصحف ممزق وملقى على الارض في الحمام وفي القمامه، هل هذا امر طبيعي؟ بتشوفوه عندكم؟ المرافعه كلها نازله على صفحتي باسم احمد حمد الفيسبوك بتاعي، ابقوا اتفرجوا عليها. طلبت بمحاسبه المسؤول رئيس النيابه شخصيا، طلبت بمحاسبته. ليه يطلع يقول المتهمه سليمه ومتماسكه؟ هل هذا هو القانون الذي تعلمناه؟ هل بذلك النيابه العامه امينه على الدعوه الجنائيه؟ لا يا فندم،
عنده تقرير طبي نهائي مشكل من لجنه خماسيه اكد على ان المتهمه مريضه نفسيا وغير مسؤوله عن الفعل الاجرامي، ملوش ان يقول ان هي سليمه. لما المحكمه حكمت بعرض المتهمه على لجنه خماسيه لعده جلسات، والكلام ده انا ثبتته في محضر الجلسه، ليه النيابه العامه ما تنفذش جلسه واثنين وثلاثه؟ مش كلامي ده كلام النيابه والورق، وقالوا تعذر. ولما المحامي يصمم ويقاتل ويطلع اسلافه ويخاطر، والله العظيم والله العظيم ما حضرت الجلسه دي الا بعد استفزاز النيابه العامه بمرافعتها وبخطبتها الرنانه وبخطبتها العصماء. المفروض هناء تتحول مستشفى الامراض النفسيه. خلاص الحمد لله الحكم صدر، مبروك لكل راجل محترم، مبروك لكل بنت محترمه ما حكمتش على هناء من اول ما النيابه العامه طلعت قالت سليمه، او من اول ما المحامين الخصوم طلعوا قالوا سليمه. كل واحد وزن الامور بعقله وحط اخته مكانها وامه مكانها. ايه اللي خلاها تعمل كده يا جماعه؟ هل التعب النفسي؟ هل الوحده؟ هل قساوه الزوج وانه ياخد منقولاتها الزوجيه كلها وتنام على الارض زي ما ثبت وزي ما النيابه العامه ثبتت بتنام من غير بطانيه؟ كان فين حقوق الطفل؟ كان فين حقوق الانسان؟ انا بطالب كل المنظمات وكل الحكام العرب والسيد رئيس الجمهوريه ان بالله عليكم حاولوا تساعدوني في البحث اللي بعمله. عايزين نعمل بحث لتقليل الجريمه. يا ترى هتسكتم والكلام هيمر عليكم مرور الكرام وهنلاقي الحوادث بتتكرر تاني، ولا هتركزوا بكلامي وهتعملوا لجان خبراء نفسيين في علم النفس والعلم الاجتماعي وخبراء قانونيين عشان نقلل الجريمه؟ يعني مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر في كل مكان، زي ما حضراتكم سمعتوا معانا كده كانت مفاجاه موضوعيه، كان حكم غير متوقع بعد مرافعه النيابه العامه في احدى الجلسات السابقه، كانت مرافعه ليها رانيه جدا، ما كناش متوقعين ان يطلع قرار المحكمه دلوقتي من هيئه محكمه جنايه الزقازيق برئاسه المستشار سلامه جاب الله براءة الأم المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته دي 9 أجزاء متفرقة عن بعضها وطهي جزء منه وأكله داخل منزلها الكائن في قرية أبو شلبي التابعة لمركز مدينة فاقوس. كانت مفاجأة مدوية النهاردة ببراءة الأم المتهمة اللي في القضية اللي هزت محافظة الشرقية واللي هزت الرأي العام بشكل كبير جدا، وكان بيتساءل عنها المواطن بشكل يومي للقرار بتاع المحكمة. النهاردة طلع قرار المحكمة ببراءة الأم المتهمة بقتل ابنها، الأم اللي احنا سجلنا معاها وسجلنا مع والدتها في اول الظهور ليها على موقع وجريده اهل مصر، قالت ان بنتي مريضه. يمكن كمان الجلسه اللي فاتت طلعنا في اول ظهور مع والده الام المتهمه بعد جلسات المحاكمه المتهمه، وقالت لينا في تصريح خاص لاهل مصر ان بنتها كانت بتتعرض للتعذيب على ايد جوزها والضرب والاهانه داخل منزلهم، وان هو كان دايما يقول لها انت شكلك مش عاجبني وكان دايما بيقلل منها. وكمان يعني المتهمه طلعت ان هي كان عندها اضطرابات نفسيه وقت ارتكاب الجريمه وان هي كانت غير مسؤوله مسؤوليه تم عن فعلها الاجرامي ده بحسب قرار الطب الشرعي. قلت لحضراتكم في احدى البثات المباشره اللي فاتت ان كان في تقريرين طبيين من مستشفى العباسيه اللي اثبت ان هي بكامل قواها العقليه ونسبه ذكائها 90%، وتقرير اللجنه الخماسيه المكونه من جامعتي المنصوره والزقازيق واللي اثبت ان المتهمه فيه كانت غير مسؤوله مسؤوليه كانت غير مسؤوله عن فعلها الاجرامي اثناء وقبل وبعد ارتكاب الجريمه، وان هي نسبه ذكائها 30%. كمان جاء نصا في تقرير الطب الشرعي للجنه ان المتهمه كان عندها اضطراب ذهاني افقدها القدره على الاستبصار والحكم الصائب على الامور، وان هي كانت غير مدركه لفعلها الاجرامي وقت ارتكاب الجريمه. زي ما سمعنا مع حضراتكم المتهمه النهارده اخذت براءه، وكمان هيتم ايداعها مستشفى الامراض النفسيه والعقليه للعلاج باعتبار ان هي مريضه وفي الحاله دي لا تعاقب جنائيا. يعني دي كل التفاصيل اللي احنا كانت تفاصيل القضيه منذ بدايتها مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر في كل مكان. برضو كانت والده المتهمه يمكن في الجلسه السابقه لما اتكلمنا معاها قالت ان زوجها كان
بيصورها بصور خادشة أو وهي عارية الجسد، وكانت لما ترفض التصوير زوجها ليها بالمنظر ده كان بيتم ضربها داخل منزلهم، وإن هي طبعا كرهت العيشة معاه وخرجت برا البيت، اعترضت على تصرفاته، طلبت منه إن هي تتطلق ورفض إن هو يطلقها. بعد كده رفعت قضية خلع وتم الخلع من الزوج المعتدي على زوجته، وكان الطفل وقتها لم يتعدى عمره يعني سنة، كان بعد شهور من ولادته، وهي أخذت القرار إن هي تنفصل عنه، وبالفعل انفصلت عنه وعاشت هي وطفلها لمدة 3 سنوات داخل منزلهم قبل ارتكاب الواقعة. شهود العيان والجيران و16 شاهد خلال القضية تم استجوابهم من قبل هيئة المحكمة وفي النيابة العامة، أثبتوا أن المتهمة كان ليها تصرفات غير طبيعية بتدل على أن هي مضطربة نفسيا، زي ما سمعنا برضو مع حضراتكم منذ قليل من محامي المتهمة أن هي كانت استدعت جارتها في إحدى الأيام وطلبت منها أن هي قالت لها أنا حفرت حفرة، عفوا الشاهدة أو الشاهدة الأولى اسمها زينب وهي جارة المتهمة أو الجارة الأولى ليها وصديقتها المقربة، طلبت منها المتهمة هناء بأن قالت لها أنا يا زينب أنا حفرت حفرة داخل المنزل وعايزاكي تدفنيني فيها أنا وسعد، ما يدل على أن المتهمة كانت عندها اضطرابات نفسية أو أن هي كانت غير عاقلة في هذا التوقيت. وكمان يمكن التوقيت اللي طلبت منه في المتهمة من جارتها موضوع الدفن حي هي وابنها دي كان قبل ارتكاب الواقعة بحوالي 1.5 سنة، ما يدل على ان المتهمة قبل وبعد ارتكاب الجريمة كانت غير مسؤولة عن افعالها، وان هي فعلا ما كانتش بكامل قواها النفسية والعقلية. كمان في احدى الجلسات وكمان في اعترافات المتهمة قالت ان الدافع بتاعها او السبب قتلها لابنها بالطريقة البشعة دي ان هي كانت بتنتقم من زوجها بسبب ان هو كان كل شوية يعمل معها مشاكل وعايز ياخد منها الابن. مشاهدي ومتابعي موقع وجريد اهل مصر بنفكر حضراتكم بالتفاصيل البشعة او التفاصيل الاجرامية اللي قامت بيها المتهمة وهي ما كانتش بكامل وعيها، ان المتهمة وقت ارتكابها الجريمة يوم 27 ابريل من العام الجاري قامت بقتل ابنها بضرب 3 ضربات على الرأس باستخدام يد عصا خشبية او يد فأس وضربته 3 ضربات، المجني عليه كان بيتوسل تحت ايديها عشان ان هي ترحمه لكن ما رحمتوش، اخدته على دورة المياه داخل منزلها وفصلت الرأس عن الجسم وقطعته ل9 قطع منفصلة عن بعضها، وكمان قامت بتشفية جسم الطفل بفصل اللحم عن العظم، وما اكتفتش بهذا القدر قامت بإحضار إناء ووضعته على النار ووضعت فيه أجزاء من الطفل وكمية من المياه وسلقتهم بمعنى أصح وأكلت منهم بعد ما طهتهم. تقرير تحريات النيابة بتقول إن رأس الطفل اللي لقوها في الإناء اللي وضعته على النار وسلقتها فيها كانت مشوهة تماما، كانت معالمها مختفية تماما، ما يدل على ان المتهمة فعلا ما كانتش بكامل قواها العقلية. يمكن الشارع المصري ويمكن كمان المتابعين كانوا دايما يقولوا ان دي مش ام طبيعية، ان ما فيش ام قواها العقلية سليمة تعمل كده في ابنها في ضناها، اللي المفروض من خلال التحريات ومن خلال اعترافات المتهمة واسرتها امام النيابة العامة وفي جلسات المحكمة قالوا ان المتهمة كانت تصرفاتها غير طبيعية، وان هي كمان كانت بتحب ابنها بطريقة هستيرية، كانت بتحبه حب امتلاك، كانت بتخاف عليه من اي حد ان هو يمسه او يجي جنبه او يضربه. يمكن والدتها الجلسة اللي فاتت قالت في تصريح خاص لأهل مصر ان هي السبب اللي هو وصلها ان هي تقتل ابنها بالطريقة البشعة دي واللي وصل حالتها النفسية لكده كان بسبب زوجها، بسبب تعدي زوجها عليها دايما، بسبب اهانتها منه. وقالت كمان والدتها ان المتهم قالت كمان عفوا ان هناء المتهمة بقتل ابنها ان هي مريضة فعلا وان هي كانت بتروح لشيخ علشان يفك لها اعمال بحسب الكلام اللي قالته كمان هناء في التحريات والنيابة وفي الجلسات.
قالت كمان الوالده ان هي كانت بتحب ابنها حب كبير جدا، حب يعني ما كانتش حتى لو حتى من اخوات هناء ما كانتش حد تقبل ان حد يشخط في الولد او ان هو مثلا يكلمه بطريقه وحشه او ان هو يزعله، كانت ممكن ان هي تقاطع اهلها علشان حد من اسرتها او من اقرب الاقربين ليها زعل ابنها. فده كان كلام والدتها. تابعنا مع حضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر في كل مكان تفاصيل الواقعه منذ بدايتها، وانفردنا مع حضراتكم في اكتر من خبر على موقع وجريده اهل مصر في تفاصيل الواقعه منذ بدايتها، واطلعنا حضراتكم على كافه التفاصيل منذ البدايه وحتى اليوم. يعني النهارده كانت مفاجاه مدويه زي ما قلت لحضراتكم ب قرار محكمة جنايات الزقازيق ببراءة المتهمة هناء حسن حطروش المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته لتسع أجزاء متفرقة عن بعضها وطهي أجزاء منه وأكله داخل منزلها الكائن في مركز ومدينة فقوس. النهاردة حكمت المحكمة أو قررت المحكمة قرار ببراءة المتهمة وإيداعها مستشفى أمراض نفسية وعقلية للعلاج باعتبار إن هي مريضة ولا تحاكم جنائيا. يعني خلاص كده، دي كانت جلسة الحجز في الواقعة اللي شغلت الرأي العام وشغلت محافظة الشرقية وشغلت كمان المواطنين في الشارع المصري. يمكن جلسات المحاكمة اللي فاتت وإحنا هنا في كل يوم بنيجي نتابع في هنا كان المواطنين بيفضلوا يسألون عن هناء وعن إن هي إزاي تعمل كده في ابنها وإن مفيش أم عاقلة تعمل كده في ضناها اللي أنجبته وحملت فيه 9 شهور وتحملت كل عناء الأمهات في رعاية ابنها، إزاي إن هي ممكن تعمل كده وإن هي تكون عاقلة. فكانوا دايما واقفين معظم الناس يعني او اكتر الناس كانت دايما واقفه في صف هناء ان هي مستحيل ان هي تكون بكامل قواها العقليه وقت ارتكابها الجريمه، ولكن اللي اثبتت التقارير الطبيه وكمان قرارات المحكمه اللي اخذت جلسات كتير جدا، يمكن وصلوا 13 جلسه في المحاكمه دي، اخذت 13 جلسه داخل المحكمه. القاضي ما كانش بياخد القرار بالساهل، كان دايما متأني في أخذ القرار بتاعه بخصوص المتهمة هناء، ولكن المحكمة أكيد ما أخدتش القرار ده بسهولة غير بعد جلسات كتير خاصة وجلسات سرية عملتها مع المتهمة ومع زويها ومع أطراف كمان الوالد المجني عليه. طبعا قرار المحكمة النهاردة كان قرار مفاجأة كبيرة جدا للجميع وهز الشارع الشرقاوي هنا منذ قليل بعد صدور القرار ببراءة المتهمة. مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، شكرا لحضراتكم. يمكن كمان بنتابع مع حضراتكم الناس في التعليقات هنا على موقع وجريدة أهل مصر بيقولوا ان الام فعلا لا يمكن انها تكون بكامل قواها العقلية وان هي فعلا ام غير متزنة، وفي البعض بيدعي لها بالشفاء، وكمان البعض بيقول كمان ان ربنا ينصر دايما بينصر الحق، وفي ناس بتدعي لها بالشفاء العاجل. كمان في ناس بتقول ان مفيش ام طبيعيه تعمل كده في ضناها، يمكن دي تعليقات المتابعين على الموقع. وكمان بعض المشاهدين برضو بيقولوا ان هي تتحول لمستشفى نفسي، كمان برضو بعض المشاهدين بيقولوا ان هي مفاجاه غير متوقعه، هي فعلا مفاجاه مدويه مفاجاه غير متوقعه ببراءه المتهمه. يمكن القضيه دي حيرتنا كتير خلال الجلسات اللي فاتت، ما كناش عارفين ونقرر ايه اللي ممكن يحصل في الجلسات اللي بتيجي بعد كده او الجلسات اللي القادمة بسبب التقريرين اللي كان حاصل فيهم تضارب لقرار مستشفى الامراض النفسية والعقلية اللي كان بيقول ان المتهمة سليمة وقت ارتكاب الجريمة وقبل ارتكاب الجريمة وبعد ارتكابها، وكانوا بيقولوا ان هي طلع تقرير مستشفى الامراض النفسية والعقلية بان هي نسبة ذكائها 90% وان هي بكامل قواها العقلية. طبعا ده كان متضارب جدا مع تقرير اللجنه الخماسيه المشكله من قبل هيئه محكمه جنايات الزقازيق لفحص المتهمه هناء، واللي صدر فيه
بان بمناظره المتهمه في واقعتين، اثنين تم الحكم عليها او ما ارتأته اللجنه النفسيه المشكله من جامعتي المنصوره والزقازيق، ان المتهمه كان عندها اضطراب ذهاني افقدها القدره على الاستبصار والحكم الصائب على الامور، وافقدها القدره على الادراك وقت ارتكابها الجريمه، وان هي وقت ارتكاب الجريمه وقبل ارتكاب الجريمه وبعد ارتكابها كانت في غير وعيها وكانت غير مسؤوله عن فعلها الاجرامي، وان هي في الحاله دي لا تعاقب جنائيا. كانت جلسه الحسم النهارده مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر، وبكده تكون انتهت القضية اللي شغلت الرأي العام، قضية المتهمة هناء بقتل ابنها وتقطيع جثته لتسع أجزاء متفرقة عن بعضها وطهي جزء منه وأكله داخل منزلها الكائن في قرية أبو شلبي التابعة لمركز مدينة يمكن في حد من المتابعين كاتب دلوقتي بيقول ان نسبة ذكائها 90% وتقتل ضراها استحالة. عفوا مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة اهل مصر، يعني على عدم التوضيح ان قرار مستشفى الامراض النفسية والعقلية طلع بيه ان هي نسبة ذكائها 90%، لكن تقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل هيئة المحكمة اللجنة الخماسية قال ان نسبة ذكائها 30%. ده طبعا كان بعكس وفارق كبير جدا من تقرير مستشفى الامراض النفسيه. وكمان للتوضيح مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر، ان المده القانونيه للمفروض تمكث فيها المتهمه او ان المفروض تقعد فيها المتهمه داخل مستشفى الامراض النفسيه والعقليه في العباسيه، المده القانونيه المفروض تكون 45 يوم، ولكن المتهمه دخلت مستشفى الامراض النفسيه والعقليه اقل من اسبوعين، يعني حوالي 13 يوم. تم توقيع بعض من الامراض الطب النفسي والعقلي عليها، وبعض الامراض لم تطبق. لذلك في احدى الجلسات وتحديدا كانت في الجلسه الرابعه طالب محامي المتهمه بعرض المتهمه على لجنه طبيه خاصه من خارج بعيدا عن مستشفى العباسيه او مكونه من اساتذه اكاديميين من الجامعه او مستشفى. طبعا هيئة المحكمة لما وافقت له على الطلب ده طلع القرار بتاع اللجنة بان هي نسبة ذكائها 30% وان هي غير مسؤولة عن الفعل الاجرامي ده. مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة اهل مصر في كل مكان، شكرا لحضراتكم.